تتزلزل الأرض تحت أقدامنا ونحن أهل لذلك لولا لطف الله ولولا حلم الله. أقسم بالله إننا نعيش تحت ألطافه وتحت حلمه وتحت رحمته سبحانه وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، كيف لا تتزلزل الأرض من تحت أقدامنا. وسب الله ظاهرة انتشرت في مجتمعنا، هذا يسب الله وهذا يستهزئ بسنة رسول الله، وهذا قد ترك الصلاة، وهذا قد عاد أولياء الله. كيف لا تتزلزل الأرض من تحت أقدامنا وقد بارزنا الله جل وعلا بأكل الربا الذي هو حرب على الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كيف لا تتزلزل الأرض من تحت أقدامنا وقد تساهل الناس بالتعامل بهذه الكبيرة وهذه المعصية بالربا؟ كيف لا تتزلزل الأرض من تحت أقدامنا ويتعاطى الكثير منا الرشوة والسحت وأكل الحرام؟ كيف لا تتزلزل الأرض من تحت أقدامنا وكثير منا قد تسربل بشرب الخمر، وها هي مجموعة تستنكر أنه أنكر عليها وألقي القبض عليها حينما وقعت في ترويج الخمر وبيعه، فراحوا يستنكرون على بعض الدوريات الأمنية ويحتجون أن منعوهم من ترويج الخمر وبيعه. رحمك ربنا رحمك، كأنه يريد أن يقنن الخمر أكثر ما قنن له. نعم، كيف لا تتزلزل الأرض من تحت أقدامنا وقد كثر الزنا وطم وعم والعياذ بالله، وهتكت الأعراض وتساهل الناس فيها؟ كيف لا تتزلزل الأرض من تحت أقدامنا وقد كثر عقوق الوالدين وكثرت قطيعة الأرحام وكثر سوء الجوار؟ كيف لا تتزلزل الأرض من تحت أقدامنا وقد هجرت بيوت الله عز وجل إلا من هذه الجموع التي وفقها الله تبارك وتعالى؟ كيف لا تتزلزل الأرض من تحت أقدامنا؟ كيف لا تتزلزل الأرض من تحت أقدامنا وقد اتخذ الكثير منا من الكذب مركبا، فصار يروج الأكاذيب والإشاعات تلو الإشاعات لتشويه زيد وعمر من الناس؟ كيف لا تتزلزل الأرض من تحت أقدامنا وقد كثرت الغيبة في المجالس، فصارت فاكهة الناس التي يتفكهون بها، وصار الناس يخوضون في أعراض بعضهم البعض، فتلوثت الأفواه وتشوهت الأسنان بتمزيق لحوم الناس؟ كيف لا تتزلزل الأرض من تحت أقدامنا وقد كشفت الكثير من النساء عن مفاتنهن وشعورهن وعن ما يجب إخفاؤه لله تبارك وتعالى؟ كيف لا تتزلزل الأرض من تحت أقدامنا وقد كثر البهتان والزور وشهادة الزور؟ كيف لا تتزلزل الأرض من تحت أقدامنا وقد كثر السحر وانتشرت العرافة والكهانة في المجتمع؟ كيف لا تتزلزل الأرض من تحت أقدامنا وقد كثر التباغض والتشاحن والتحاسد والتدابر؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن المجتمع يغرق في هذه المآسي وفي هذه المعاصي وفي هذه المخالفات. المجتمع استهان كثيرا بأوامر الله وبحدود الله تبارك وتعالى، وإنما مثل المجتمع كركاب سفينة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء قالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نأتي على من فوقنا فلا نؤذيهم. قال: فلو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا.
ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله تعالى أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. نعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إن ذنوب الأفراد يرتبط بعضها ببعض، إذا ما حلت العذاب وحلت ساعة النقمة من الله فإنه يدفع الضريبة الكل، يدفع ضريبتها العاصي والطائع والظالم والمستقيم.